هذا العيد لو سلوني شتريد أريد من الله كون نصير فديد أريد من الله كون نصير فديد نية وقلب واحد علينا الله شاهد نية وقلب واحد علينا الله شاهد مرت وحشة بعدنا بلمة العيد مرت وحشة بعدنا بلمة العيد هذا العيد جاي بفرحته وجاي يوحد قلوبنا ونتصافى بالراح يوحد قلوبنا ونتصافى بالراح هذا العيد جاي بفرحته وجاي يوحد قلوبنا ونتصافى بالراح يوحد قلوبنا ونتصافى بالراح اجيلك لا تجيني مو مهم هاي اجيلك لا تجيني مو مهم هاي ملقى احباب ما يعرف مواعي هذا العيد لو سلوني شتريد اريد من الله كون نصير فديد اريد من الله كون نصير فديد نية وقلب واحد علينا الله شاهد نية وقلب واحد علينا الله شاهد مرت وحشة بعدنا بلمة العيد وحشت بعدنا بلمة العيد نرد اخوان حتى نعوض الفات نعيش ايام نفرح ومسرات نعيش ايام نفرح ومسرات نرد اخوان حتى نعوض الفات نعيش ايام نفرح ومسرات نعيش ايام نفرح ومسرات بعد القلب مو بالمسافات بعد القلب مو بالمسافات يا رب الله شك بارك انت المسؤول عن هاللعبه هذه ها كيف تشوف اقبال الاولاد الاطفال على هاللعبه هذه ثانيين والله مستانسين عليها في زحمه واليومين ولا لا خفايف تتوقع زحمه بتزيد صح اكيد يعني مع بدايه العيد راح تشوف الزحمه اكثر الله يعينك يعني كم سعر التذكرة؟ 5 ريال تأخذ للجميع الأعمار يعني؟ كبرنا على الزال مو كافي نزال نرد احباب واحسن مثل الاول كبرنا على الزال مو كافي نزال كبرنا على الزال مو كافي نزال بعد ما ظل قلب بعد يتحمل بعد ما ظل قلب بعد يتحمل تعال بجيتك خل فرحتك تزيد أريد من الله كون نصير فديد أريد من الله كون نصير فديد نية وقلب واحد علينا الله شاهد نية وقلب واحد علينا الله شاهد سابقنا على عيون سيارة أسألك يا أخوي بهاي شي تقول الوطن ما ينبني لو زعلك يطول الوطن ما ينبني لو زعلك يطول أسألك يا أخوي بهاشي تقول الوطن ما ينبني لو زعلك يطول الوطن ما ينبني لو زعلك يطول أنا المسؤول وانت مثل مسؤول أنا المسؤول وانت مثل مسؤول خلي ابني وطن الزعل شي يعطيك العافية حبيبي سلام. كيف امورك؟ والله الحمد لله شكلك زعلان ما في ناس تشتري والله الامور شوي تعبانة لسه يعني توها في البداية ايوه توها امس واليوم يعني الامور تعبانة جدا انا اتوقع ان شاء الله الايام الجاية حيكون في حركة طيبة جدا والله ان شاء الله لأننا نتمنى هالموضوع كمان ان شاء الله لأن تعرف الحين تونا في البداية ولسه ما دخلنا اجواء العيد طبعا هي لازم تكون اجواء العيد غير هيك احنا متعودين بالنسبه للمعارض تكون غير هيك اجواء العيد يعني لازم تكون فيها شويه حركه العالم شراء بس هون الاقبال لسه على الشراء خفيف كلمه للجمهور على محلك وطبيعه الاشياء اللي عندك عشان يجون لك الزباين يعني هلا احنا بالنسبه لمصلحتنا قلابيه سوريه هذه بتجي قلابيه مناسبه قلابيه فرحه ايوه قلابيه عيد هذا كله بيلتبس هيك وعندنا موديل جديد كمان فستان القصير هذا كمان هذا موديل جديد منزلينه على السوق هذا موديل جديد ها؟ موديل جديد هذا فستان قصير واسعاركم ان شاء الله طيبة ولا؟ والله اسعارنا بترضي الجميع يعني الحمد لله رب العالمين اسعارنا بالنسبة للسوق
الزبون لحاله بيشوف شو هي الاسعار. الله يعطيك العافية حبيبي. ميت أهلا وسهلا. نية وقلب واحد علينا الله شاهد. نية وقلب واحد علينا الله شاهد. قلت وحشة بعدنا بلمة العين. قلت وحشة بعدنا بلمة العين. نرد أخوان حتى نعوض الفات. نعيش أيام نفرح ومسرات. نعيش أيام نفرح ومسرات. نرد إخوان حتى نعوض الفات. نعيش أيام نفرح ومسرات. نعيش أيام نفرح ومسرات. بعد القلب مو بالمسافات. بعد القلب مو بالمسافات. كيف أمورك؟ قول لنا ايش الاشياء الحلوه اللي عندك؟ عندنا طال عمرك حنه وزبيب وزنجبيل وكمون وليمون وحلبه حتى السوداء شمر عسل سدر سمسم كركم فلفل وبلو. ما شاء الله كل حاجه يعني كل شيء. البن الخولاني اليمني الاصيل يعني داخل بقوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تفضل الغالي تفضل. بهارات قهوه حنه زبيب زنجبيل. اسعارك حلوه ولا؟ اسعاري ما لا يوجد منافس. ما يوجد منافس ما شاء الله. يعني متفائل خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني السنه بايع كل شيء قبايع كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا يا الغالي تفضل تفضل. وقت مثل الاول كبرنا على الزال وكف نزال. كبرنا على الزال وكف نزال. بعد ما ظل قلب وعدي تحمل. شو الاشياء اللي تبيعها هنا؟ هذا بدون سيارة. اوه ما شاء الله انا جوعان كثير. بدون زيت بدون ايش؟ بدون زيت. هذا شوية مندي بدون زيت صغير. وشو بعد عندك؟ في واحد ثاني مشوي بعد بكور يعني زي كده ممتاز. يعني شو اسمه؟ نفسه باربيكيو زي مشوي. كم سعرها هذه؟ في 100 في 120. 100 و 120 ها؟ في حاجة ثانية بعد؟ بس بس يجي طعم واجد حلو ها؟ كويس يعني جرب شوف عادي جرب الزبون هنا؟ ما في مشكلة. ايديا وطن ما ينبني لو زعلك يطول. أنا المسؤول وأنت مثلي مسؤول. أنا المسؤول وأنت مثل مسؤول. خلي ابني وطن الزعل شي فيه. ما تنعيد يغسلوني شتريد. أريد من الله كون نصير فديد. أريد من الله كون نصير فديد. الطير الطير وصل الطير الطير وصل الكاميرا الحصرية. خلاص وقتي وايد. الطير الطير قواك الله ناصر سيدنا. ايش رايك في المهرجان؟ انا بسوي لك لقاء. ايش رايك في المهرجان؟ المهرجان انا اشتغل في المهرجان. وايش رايك فيه؟ انا المفروض اسالك انت. لا انا اسالك الحين. المهرجان حلو. مخبي مفاجات جاي في الطريق. عفا عليك. وش توعد الجمهور ان شاء الله؟ اوعدهم انه يستانسون. يستانسون بس؟ يستانسون هم ايش يبغون بعد؟ انت طبعا المسؤول الاول عن المهرجان. يقولون في اشاعه بتخفض التذاكر للجمهور. لا ما بتخفض. بتزيد. لان هي ما بتروح على الجمعيه ونادي الخليل. الله يرحم والديك. استاذ جواد رئيس اللجنه الاعلاميه حياك الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وايش رايك بالمهرجان الجميل هذا؟ مهرجان جدا حلو. يكفي جمعه اهالي سيهات فيه. يكفي الفعاليات المنوعه من ضمنها السر. كيف استعداداتكم انتم كلجنه اعلاميه؟ والله الحمد لله مستعدين بوجود زملائي الاعلاميين كلهم. وان شاء الله نكون عند حسن الظن يا رب. ان شاء الله يعطيك العافيه. حياك الله. هذا العيد يغسلوني شتريد. اريد من الله كون نصير فديد. اريد من الله كون نصير